شهد ملف المصريين بالخارج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار من التنسيق المستمر والدائم بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية. هذا وتستمر الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج والراغبين في العودة إلى وطنهم مرة أخرى في أوقات الأزمات. تستمر الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإعادة أبنائها العالقين في الخارج والراغبين في العودة إلى وطنهم مرة أخرى، وذلك في إطار من التنسيق المستمر والدائم بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية. فمنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في ديسمبر عام 2019، وبناء على تكليفات القيادة السياسية بسرعة عودة جميع العالقين الراغبين في العودة لوطنهم، عملت الدولة المصرية على اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للحفاظ على المصريين العالقين في مختلف الدول. وقامت وزارة الطيران المدني بتخصيص رحلات استثنائية من أجل إعادة المواطنين العالقين، مع الحرص في الوقت نفسه على توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي عند عودتهم إلى وطنهم. ومع اندلاع الأزمة الليبية، نجحت جهود أجهزة الدولة المصرية بإنهاء أزمات المصريين المختطفين والعالقين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد. وأينما وجد النزاع أو التوتر في أي من بقاع العالم، تجد الدولة المصرية بإدارتها الرشيدة الواعية والمسؤولة خلف كل مواطن مصري. فقد استطاعت أجهزة الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تستعيد أبناء مصر من جاليتها على أرض كابول، وحملت طائرة عسكرية أبناء الجالية المصرية في أفغانستان والعاملين بالسفارة المصرية هناك وأعضاء بعثة الأزهر الشريف. ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022، كان هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال سفراء مصر في دول الجوار الأوكراني للمصريين المتواجدين هناك، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي الذي اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا، واطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية، وكذلك المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية. جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج تحمل رسالة طمأنينة لكل مواطن مصري في الخارج قبل الداخل، رسالة تقول لكل أبناء هذا الوطن اطمئن، لأن وراءك دولة وقيادة سياسية في كل موقف مهما بلغت الصعاب والتحديات.